الهدف الثاني ده خلاك تبقى متضايق. ايوه انا والسناوي اتضايقنا من الجول الثاني صار. انا كنت كلمت السناوي بعد الماتش وهذا قلت له انا مش متضايق اننا خسرنا من البايرن، ده بتبقى حاجه طبيعيه للناس اللي تفهم في الكوره، بايرن مع الاهلي رغم ان الاهلي نادي كبير. لا طبعا لكن هناك فروق فرديه واضحه يعني. ايوه بس قلت له انا اكثر حاجه ضايقتني هو الجول الثاني، وبرضه السناوي قال لي انا زي كده الجول الثاني ما كانش لازم يخش فينا، بس الحمد لله ربنا عوض لنا في ماتش بالميراس الحمد لله. لكن برضو ما اتكلمتش مع لعيبه البايرن مثلا، ما يعني انت بتتكلم فرنساوي اكيد كويس. ايوه فرنسا فعندهم لاعبين فرنسيين كتير، ما اتكلمتش معاهم بقى؟ ما لا لا هو كان بعيد، احنا كنا مركزين فاهم، احنا كنا عاوزين نعمل حاجه. كان عندنا احساس اننا ممكن نعمل حاجه مع البايرن فاهم. انت بتبص على لاعب هو مثلا ليفاندوفسكي احسن لاعب في العالم، بس انت برضه ليك شخصيتك، انت برضه بتمثل الاهلي فاهم. برافو عليك، مش ينفع انك تروح تتكلم. بس بعد الماتش رحنا اليوم واخذنا غيرنا مع الامسان كده طبيعي، لاعبين كبار زي دول عادي طبيعي. بس في الماتش انت برضه بتمثل فريق كبير وعنده جمهور وكيان كبير طبعا، لازم تخلي شخصيتك كبيره.